الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا كان الإنسان سيسافر في مدة طويلة فوق 4 أيام ومسافة طويلة أيضا فوق 80 كيلا، فهل الأفضل له أن يحافظ على السنن الرواتب أم أنه يتركها؟ وإذا كان سيسافر إلى بلد فاضل كمكة والمدينة، فهل له الأفضل أن يؤديها أم تركها؟ الحمد لله، إذا سافر الإنسان من بلاده إلى بلاد أخرى فإن المشروع في حقه أن يترك الرواتب كلها إلا راتبة الوتر وراتبة الفجر خاصة. هكذا كانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام في الرواتب المقيدة، يعني رواتب الفرائض القبلية والبعدية. فراتبة الظهر قبلية وبعدية يتركها، وراتبة المغرب البعدية يتركها، وراتبة العشاء البعدية يتركها، وأما راتبة الفجر القبلية فإنه يحافظ عليها في حضره وسفره. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع راتبة الفجر لا في حضر ولا في سفر، كما في الصحيح في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي رواية مسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولما فاتت صلاة الفجر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في سفر حتى طلعت الشمس، أمر بلالا بعد ذلك أن يؤذن، ثم تقدم فصلى ركعتي الفجر يعني سنتها، ثم أمر بلالا فأقام فصلى الفجر فصنع كما يصنع كل يوم. حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة، ومثله في صحيح مسلم كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فسنة الفجر لا يتركها الإنسان في السفر ولا في الحضر، وكذلك نافلة الوتر، فإن المعروف من حالته الدائمة صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفوت سنة الوتر مطلقا لا في حضره ولا في سفره. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، قال: وكان يوتر على بعيره، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. فإذا كان عليه الصلاة والسلام لا يفوت هاتين النافلتين المؤكدتين، واللتين هما نافلة الفجر القبلية وراتبة الوتر، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفوتهما. وأما قول الإنسان هل الأفضل في الأماكن الفاضلة، وأما قول السائل هل الأفضل في الأماكن الفاضلة أن أصلي هذه النوافل أو لا، فأقول إن الإنسان ينبغي له أن يكون مقتدياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذا المكان الفاضل وهو مكة في أسفاره، فقد كان يسافر من مكة من المدينة إلى مكة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه راعى فضيلة الموضع وجاء بالنوافل، بل كان يتركها حتى في هذه الأماكن الفاضلة، حتى في هذه الأماكن الفاضلة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل إلا ما ذكرته لك. فالأفضل للإنسان هو الاقتداء بالسنة، فآجر تركك لهذه النوافل اتباعاً واقتداءً بنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم أجراً من فعلها في هذه المواضع الفاضلة، فإن أجر اتباع السنة لا يقاومه شيء. فعليك إصابة السنة في الترك حتى ولو في هذه المواضع الفاضلة التي هي مكة والمدينة وبيت المقدس، فلا تصلي فيها هذه النوافل إذا كنت مسافراً إليها إلا نافلة الوتر ونافلة الفجر خاصة، والله أعلم.